هنتعلم النهاردة إن شاء الله إزاي نعمل تصميم زي دوت، وإزاي نعمل كاستم براش خاصة بينا. أول حاجة هنخش على الإلستريتور، نفتح نيو بروجكت، هفتح لكم الصورة زي كده، هنصغرها على الحجم اللي احنا عايزينه. مثلا انا مش هحتاج حجم اكبر من كده. بعد كده هقلبها عشان هستخدمها فرشة، فلازم اخليها زي مستقيمة كده. اظن كده كويس. بعد كده نعمل select للصورة، نروح على object rasterize، لازم تعلم على transparent. اوكي، بعد كده هنروح على الاوبجكت تاني كروب ايمج، نحاول نخلي الكروب على قد البراش بتاعتنا بالظبط. نقوم كده تمام، ندوس ابلاي بس. بعد كده هنروح على براشز، او ممكن تجيبها من ويندو براشز. بعد كده هتاخدها وتفلتها في قائمة برش، هتختار Art Brush كده. اوكي، اتأكد بس ان Stretch of Fit Stroke Length دي متعلم عليها وبس. بعد كده تدوس اوكي، بعد كده تدوس B عشان نجيب البرش، نبدأ نرسم براحتنا عادي خالص. وهتلاقي البرش خدت الستروك بتاعت الالوان اللي احنا حطيناها لها. طيب احنا ممكن نعمل بده ايه؟ ممكن نعمل بيه backgrounds, lettering, whatever we want. بس مثلا ممكن ابدأ اعمل هنا الباكجراوند بتاعتي الاول. يعني حلو قوي كده. فكان مثلا عايز اكتب اي كلمة، فمثلا اجرب اكتب حب هنا. طبعا الستروك كبير جدا، فاحنا هنروح على الستروك بانل ونصغر الستروك شوية، خلي اصغر حاجة. نعمل يعني سيليكت الاول، خلي اصغر حاجة، لا خلي اكبر شوية كده. حلو قوي. لا ممكن اصغر هنا. حلو كده. بس كان درس سريع وبسيط، اتمنى يكون افادكم. هسيب لكم رابط تحمير الصورة دي في الديسكريبشن، وممكن انتوا تجربوا اي صور تانية. متنسوش تعملوا سبسكرايب. سلام.